أنا اسمي نوران العسوي، المسؤول الإعلامي لمركز دعم القرار والدراسات المستقبلية بكلية حسابات ومعلومات جامعة القاهرة. الإيفنت بتاعنا هو بيتكلم عن الابتكار المدفوع بالبيانات، أو بطريقة تانية إزاي إن أنت تقدر تطلع من داتا حاجة مبتكرة، مش الداتا المدخلات اللي أنت مدخلها، إزاي تخرج منها حاجة جديدة. ده بيتطبق على الطلبة، مش بس الطلبة، جزء منه بيطبق على الطلبة، وطبقنا ده على حوالي 300 طالب من كلية إعلام ومن مختلف الكليات التانية. كان بيتكلم عن حاجة اسمها Data Visualization و Data Innovation، بيتكلم ان انت ازاي تبتكر من البيانات، او ازاي تعمل تحليلات بصرية لصورة معينة، ازاي يبقى عندك داتا تطلع منها تدخل تطلع منها حاجة Graphs او بشكل بياني، ازاي ان انت يبقى تقدر تطلع خبر مبتكر، يطلع حاجة جديدة، مش بس كلام انت خدته وبتصيغه بشكل معين. ممكن يبقى قدامك داتا انت تفتكر ان انت ما تقدرش تطلع منها معلومة مفيدة، الداتا دي تقدر تطلع لك خبر جديد او معلومة جديدة خالص، زي مثلا ان انت تسجل بياناتك او اسمك ومعلومات عنك في فودافون، بس انت معتقد ان الداتا دي وقفت لحد كده، لا، الداتا دي بيحصل عليها شغل كبير جدا بعد كده. ممكن وانت مثلا في الشارع وفي زحمة او حاجة تجي لك مسج تقول لك عاوز تهرب من الزحمة، او عاوز تروح تعرف فين الطريق الكويس اللي انت ممكن تمشي منه، او وتفتكر ان دي مجرد صدفة. حاليا بنحاول نعمل حاجة زي قانون يقنن المسألة دي، ان يبقى فيه حرية في تداول المعلومات بأي شكل من الأشكال، ولكن بشكل يحترم خصوصية الإنسان، بمعنى انه مش أي داتا تخصني ينفع ان هي تكون متداولة بين الناس، لكن إذا كانت مش هتضر وغيري ممكن ياخدها يطلع منها حاجة تعمل له زي تسويق أو حاجة في الفيلد بتاعه، فممكن ما يبقاش فيها مشكلة.